بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع، ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة الأعمدة. الحداد عشان يقدر يربط الكنات صح ويقسط المسافات ما بين الكنات والمسافات تطلع مسافات متساوية، لازم يحط زي مسطرة في كل عمود. المسطرة دي عليها التدريج، المسطرة دي بنسميها التجنيط عشان تعمل حاجة اسمها التقسيط أو الرستكة. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني المفروض إن إحنا إن الحداد بيعمل حاجة اسمها تجنيط بالشكل ده كده، بياخد المسافات ما بين كل كنة والتانية ويحط علامة. لاحظ مثلا المسافة بتاعة التكثيف مثلا 8 في المتر، فهيكثف كل 12 سم ونص يحط علامة، كل 12 ونص يحط علامة، كل 12 ونص يحط علامة. بعد كده يجي هيحط مثلا 5 في المتر، يبقى كل 20 سم يحط علامة، وهكذا. فالمفروض إن الراجل الحداد بيجنط بالشكل ده. طيب عندنا مثلا 20 عمود، يبقى كل عمود يتحط فيه مسطرة من دول عشان أجنط عليها العلامات بالشكل ده. عندنا مثلا عمود عين واحد هنكثفه 50 سم، العمود عين واحد ده في منه خمس في منه 4 أعمدة مثلا، يبقى المفروض أحط أربع مساطر فيه، 4 أسياخ عليهم علامات التجنيط. طب عمود عين اتنين مثلا في تمن أعمدة، يبقى المفروض أجيب 8 أسياخ، كل سيخ منهم أعمل عليه المسطرة، أعمل عليه التجنيط، وأحط في كل عمود سيخ منهم متجنط عليه المسافات ما بين الأسياخ. يبقى ده اسمه التجنيط. ليه بنعمل التجنيط وإيه هو التجنيط؟ التجنيط رسمة علامة بتتحط على السيخ عشان تحدد مكان الكن. المفروض إن المسافات ما بين الكنات تبقى مسافات متساوية، عشان كده بنعمل حاجة اسمها التجنيط عشان المسافات تبقى متساوية. معنى كلمة مسافات متساوية يعني في حاجة اسمها تقسيط، يعني المسافات ما بينهم ثابتة. بشكر حضراتكم، بسألكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.